صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 48 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية وجاء في الأمر الملكي أنه يشكل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة علي بن محمد الرماحي وعضوية كل من الدكتورة مي بن سلمان العتيبي نائبا للرئيس أحمد مهدي الحداد إيمان فيصل جناحي بدور جعفر بن رجب الدكتور خليفه علي فاضل الدكتور سعيد احمد عبد الله الدكتور عيسى احمد تركي فاطمه عبد المهدي العصفور وداد رضي الموسوي وتكون مده عضويتهم اربع سنوات